رسالتي وجودك حبيبتي، وجودك هو سبب عيشتي وولادتي. قلبي بيرجف بس فكر فيكي، الحياة بتحلى بس فكر فيكي. امسكي ايدي ولا تتركيها وإلا رح أبرد. قلبي كبر فيكي وغرق. أنا تخليت عن روحي يا مروة وإنتي صرتي بدالة. وقت بتطلع بعيونك بحس إني عايش وبعرف إنك موجودة بقلبي. ورسالتك؟ تعبتي حالك يا؟ كثير كانت طويلة، استنى شوي. أوكي. وزيادة عليك، شو قصدك بأنه ما فيك تكملي رقص؟ آه؟ شو فيها؟ رقص شعبي. تخيل معي، حط حالك مكاني ولو لمرة، لمرة واحدة بس حط حالك مكان البنات. حياتي. شو حبيبي؟ زرار قميصك كأنه مقطوعين مو؟ لا، موجودين. لكن ليش هيك تاركه مفتوح؟ شو هالحكي يا حبيبتي؟ لا تبالغي. لك على شو عم تطلعي انتي؟ مروة اهدي شوي شبه. رح وقف على حلقة وما رح خليها تتنفس. انتي ما عندك اب او اخ؟ اه؟ تنبسطي اذا حدا عمل هيك؟ شو بحياتك انتي مو شايفة رجلين؟ اه؟ مروة وقفي شوي، شو صار لك؟ شو طول هالشورت هاد اللي لابسه؟ ليكي مروة، ما فيكي تتدخلي بطول الشورت تبعي. ايه روحي، يقطع عمرك، نقلعي. مروة، مروة. ايه حبيبي. عم عصب منك ها؟ بتعرفي شو السبب مو هيك؟ ايه بعرف، اكيد انا ما بعرفك ليش؟ بس ثانية. تفضل. شو ها؟ كيس موي سخنة، شكلك مو بالمود. بعرف، مبين عليك معصب كتير هاليوم، مسكرة بوشك وكل شي صاير بيعصب. أنا كتير متفهمتك حبيبي. وكمان شوكولا. متفهمتين؟ شو هاي ماني بالمود؟ أي مود هاد؟ مروة أنت عن جد غبية وكتير كمان. انت بتحبني تمام، بس انت عن جد كتير بتغار. طيب بركي شي يوم انتهى هالحب؟ ابدا. ما فيك تكون متاكد؟ تخيل، اعتبر انه خلص، شو بدي اعمل وقتها؟ متاكد. مروه؟ مو ملاحظه انه في شي متغير فيني؟ لا، يعني تغيير شو مثلا؟ يعني تغيير جسدي، بس بنفس الوقت نفسي. مو ملاحظة أي شيء علي؟ لا ما بعرف، مو ملاحظة شيء. شو عم تحكي؟ مو ملاحظة أي شيء؟ أنت غيرت موديل شعرك. كيف شعري مروة؟ أنا ما غيرت شيء بشعري أبدا. تمام، معناتها أنت هلأ حاطط عدسات لعيونك. مروة عيوني هن نفسهم عدسات. شو يا؟ معقول مانك شايفة شواربي صايرين قد نص وشي؟ ما انتبهتي يعني؟ واضحة. ايه خلص جوكان، أحياناً أنت بتزودها. مروة؟ نعم. أنا بدي نترك. يلي بده يضل يضل، واللي بده يروح يروح. مو حلوة منك. بلا، حلوة مني وكتير كمان. بس وين بدك تروح أنت أصلاً؟ أنا بحبك. مروة أنا بالحقيقة ما بشوفك أكتر من رفيقة. رفيقة العمر قصدك مو؟ لا، رفيقة عادية. قلت جرب حظي بس مو أكتر. ليكي، خليني أحكي بشكل صريح، أنا بدي نتركك. حل عني. مروة، 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 استني. مروة، ما فيك تروحي وتهربي هيك. على كل بتركها برسالة. عن جد بشعة. ما فهمت ولا شي. جوكهان، بروفات الرقص رح ضر روح عليها.
طيب انت ما فيكي تعملي بروفات الرقص هاي من دون شريك يعني؟ عن جد عم تحكي؟ طبعا ما بصير الرقص من دون شريك. ليكي كل شركاء الرقص بدهم يتقربوا منك لانك بترقصي حلو، خليني اكون انا شريكك، انا اساسا قريب منك. جوكهان ما رح نعمل هيك ابدا. ليك يا اما تتعلم توثق فيني يا اما ما رح تشوف وشي مره تانية. لجوكهان ليك تأخر الوقت كتير، بابا رح يخانقني هلأ بتعرفه، وهو أصلاً يعني ما نو كتير واثق فيك. ليش لحتى ما يوثق فيني؟ شو قال عني؟ احكي. تمام، قال عنك كأنه ما فيه خير. رح أتقبل هذا الكلام، بس لا بقى تقولي شي أبداً. تمام، يعني هي اخترعتها من عندي، هو ما قال كأنه، هو قال أكيد ما فيه خير. وكمان قال إنك مريض ومانك عاقل ومش كلجي وصار اللي هربي منه وارتاحي. شو هذا يا؟ أنا ما بتقبل كلامه، ما بتقبل كلامه أبداً، ما بتقبل كلامه إلا إذا كان منيح وبس. خلينا نغير الموضوع، شو رأيك ها؟ وبنحكي بغير شغلات مو هيك؟ بيكون أحسن.